أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة. تأثرت المنطقة الشمالية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي كنتيجة لاقتراب وعبور لمنخفض جوي حراري سطحي فوق الأراضي المصرية باتجاه منطقة بلاد الشام. خلال الأيام القادمة، خلال اليومين القادمين تحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والمثيرة أيضا للموجات الغبارية. سنستعرض تفاصيل في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث في هذه النشرة، وهي الكتلة الهوائية الحارة وموجة غبار في العديد من المناطق يوم الأربعاء، ورياح قوية وغبار على مدينة جدة يوم الأربعاء. تعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح حالة ضعيفة من عدم استقرار الجو أثرت على المنطقة الشمالية، تحديدا منطقة تبوك والجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، عملت على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، في حين غابت وخلت الغيوم من باقي مناطق المملكة. هذا بدأ الآن لاستعراض درجات الحرارة. خرائط درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة، درجات الحرارة عالية ومرتفعة وأعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. تستمر درجات الحرارة مرتفعة يوم الثلاثاء، درجات الحرارة تكون فوق 35 مئوية في أغلب مناطق المملكة، تلامس 40 في بعض المناطق. تستمر درجات الحرارة أيضا مرتفعة خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وأيضا خلال يوم الأربعاء تبقى مرتفعة، لكن تقترب من المملكة أو من شمال المملكة تحديدا كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من ساعات يوم الأربعاء وخلال عطلة نهاية الأسبوع. نتحدث الآن عن مدينة جدة والموجة الغبار والرياح المتوقعة يوم الأربعاء، حيث يمتد منخفض السودان ليؤثر على منطقة البحر الأحمر، يعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، وأيضا ارتفاع على درجات الحرارة. هبات الرياح قد تلامس 90 كيلومتر في الساعة في منطقة جدة ومكة المكرمة. هذه الرياح ستعمل أيضا على حدوث موجات غبارية، بالإضافة لذلك ستعمل على ارتفاع كبير في موج البحر على السواحل الوسطى من البحر الأحمر يوم الأربعاء. لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع شدة هذه الرياح، وتتراجع أيضا ويتراجع ارتفاع الموج، وأيضا تتراجع درجات الحرارة قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن ونتحدث عن الموج الغبارية والرياح النشطة المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوم الأربعاء، حيث يوم الأربعاء تنشط الرياح الجنوبية الغربية في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية، الشرقية الوسطى، وأيضا الغربية، حيث تعمل هذه الرياح على حدوث موجات غبارية قد تكون قوية في بعض المناطق، تتدنى الرؤية الأفقية بشكل كبير وملموس في كل من المنطقة الشمالية، الجوف، الحدود الشمالية، حفر الباطن، المنطقة الشرقية، أيضا العاصمة الرياض، منطقة القصيم، حائل، أجزاء من تبوك، أجزاء من المدينة المنورة، بالإضافة لجدة ومكة المكرمة. كل هذه المناطق ستشهد موجات غبارية، تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع كبير في درجات الحرارة يوم الأربعاء. نذهب الآن لنستعرض وإياكم الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 26 درجة مئوية كحرارة الدنيا، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء 35 إلى 26، ترتفع يوم الأربعاء لتسجل 38 درجة مئوية إلى 27 مع طقس مغبر ورياح نشطة. يوم الخميس تتراجع شدة هذه الرياح، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة 38 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.